هاي ومرحبا فيكم عن جديد. اليوم رجعت لكم بفيديو كتير مفيد رح يعجبكم، بالذات للناس يلي كانوا متابعين الفيديوهات تبع أوتودوك وسألوني كتير. طبعا هو موقع سويدي ممتاز لحتى تقدروا انتو تعرفوا أسعار تصليح السيارات وتاخدوا أحسن العروض. في كتير منكم طبعا حسب ما شفت بالتعليقات حاول يصلح سيارته أو يعرف التكلفة بشكل عام، مشان هيك وبعد التفاعل يلي صار على فيديو أوتودوك 1 و2 اليوم هذا الفيديو رح نكمل فيه سلسلة تصليح السيارات ورح نشوف كل الأشياء المفيدة اللي بقدمها هذا الموقع. الموقع اسمه أوتو بوتلر أو أوتو بوتلر بالسويدي، طبعا هو بالسويد. الموقع كتير سهل والموقع شغلته كتير بسيطة وفكرته بسيطة، انه انتو بتختاروا نوع سيارتكم ونوع الخدمة او الشي اللي بتكون تصلحوه، وبعدين هو بصير بيحط لكم كل العروض بأسعار التصليح بكل الورشات أو الوركشوبس الموجودة عندكم بالمنطقة. فهو فكرته كتير بسيطة، بيرتب لكم كل الأسعار، بيرتب لكم العروض لحتى أنتوا تختاروا العرض اللي بيناسبكم، الأقرب عليكم قد يكون أو الأرخص. أوكي، بعد ما شرحت لكم شوي عن الموقع خلينا ننتقل للتطبيق العملي. أول شيء هي واجهة الموقع مثل ما أنتم شايفين، وهون فيكن تلاقوا كل شيء بدكن إياه. ممكن تلاقوا عروض الأيربيوداندا اللي هنا حاطينها، ممكن تلاقوا كمان إنكم تبحثوا على أقرب ورشة للتصليح بأي منطقة أنتم كنتوا فيها بالسويد. بالنسبة مشان تحصلوا على العروض، فأول شيء رح نيجي لهون فوق أوفرتر، أو هون رح نيجي لهون. أول شيء عنا أول خيار رح يعطينا إياه هو إنه نحنا بدنا نختار وين المشكلة يلي نحنا عنا إياها بالسيارة، سواء كانت المشكلة بالموتور أو كانت المشكلة بالباتري أو وين ما كان، بالإطارات، بالإفرامات، بأي محل. فنحنا ممكن نختار على سبيل المثال موتور، وهون بيجي بيسألنا شو الشي اللي انتو حابين تغيروه أو شو المشكلة الموجودة بالموتور. إذا ما كانت ولا واحدة من هدول فنحنا ممكن نحط بسكريب نيم، يعني ممكن نحط وصف للمشكلة اللي صايرة معنا، وممكن كمان إذا بدكم تضيفوا صورة بيلد، يعني تصوروا مثلا القطعة اللي انتو منزوعة عندكم بالسيارة وتحطوا صورتها. بالإضافة لهيك، غير انه انتو لازم تحطوا شو نوع القطعة وشو الوصف تبعها، لازم تحطوا رقم سيارتكم طبعا أكيد مشان يطلع عندهم شو نوع السيارة، وكمان لازم تضيفوا البوست نمبر والإيميل. البوست نمبر مشان طبعا يبعثوا لكم أحسن العروض وأقرب الورشات عليكم، مشان يعرفوا شو المنطقة اللي انتو ساكنين فيها وشو الورشة الأقرب عليكم. وبالنسبة للإيميل مشان يبعثوا لكم المعلومات. بعدين نيجي سكبا أو بدراك، بعد ما تعبوا كل هالمعلومات يلي نحنا عنا هون منيجي منضغط آخر شيء سكبا أو بدراك، وبتبعتوا هذا الطلب وبتجيكم العروض مع الأسعار. وبس هيك، هذا الموقع بسيط كتير. أنا ما حكيت عنه إلا لأنه أنا جربته صراحة، غيرت الكاميرا من سيارتي، أخذت سعر كتير منيح، عرض ممتاز، وكان معه كفالة لمدة 2 سنين على تصليحه. فمشان هيك أنا حبيت أحكي عنكم، يمكن يساعدكم. ممكن في ناس عندها مشاكل بالسيارة وما عم تلاقي ورشة قريبة عليها أو ما عم تلاقي سعر ممتاز، لأنه هو بيرتب لكم الأسعار، وأنتوا بهيك فيكم أنتوا تصلحوا قطعة بسيارتكم أو مشكلة بسعر مناسب لكم. يعني أوقات في ورشات عم تعطي أسعار كتير غالية، فأنتوا هيك بتشوفوا كل العروض القريبة عليكم والسهلة واللي بتناسب ميزانيتكم. وهذا هو الموقع لليوم، بتمنى يكون عجبكم. إن شاء الله نلتقي المرة الجاي موقع أحسن. اكتبوا لي بتعليقاتكم إذا في عندكم أي أسئلة عن الموقع ممكن ساعدكم فيها. ومن هون لوقتها إن شاء الله تضلوا بخير وسلامة، بشوفكم فيديو جديد. باي باي.